هاي جايز ويلكم باك تو ماي شانل نيو فيديو هاي 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 اليوم عندنا فلوج جديد فلوج وايد جديد انا حاليا في الشقه احس من زمان عن فلوجات الشقه حق اللي ما يعرف انا واختي ساكنين في شقه مع بعض هالفتره وايد كنت عند العائله واجواء عائليه واختي ولدت وكل هذا احس اشتقت حق فايبس انه شيء اسوي اكتيفيتيز في الشقه او ماي جاد جايز خليني اراويكم الظفري طاح هذا شكلي والي يفشل بس المهم من الحين نازله السوبر ماركت اللي تحت الشقه علشان تشتري لي كم غرض لانها بسوي لي وليمه شوي الوليمه اندومي بس يعني تعتبر وليمه تقريبا بيكون عندنا كوكينج بلوك حاليا بعدين بشوف يعني بصور لكم بشكل عام اليوم شو بسوي كل هذا او ماي جاد جايز شوفوا كيف كيوت وايد كيوت مهم انه دخلت السوبر ماركت فوكس 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 ابي اسوي لي اندومي ما بكذب عليكم اوريدي عندنا الاندومي في البيت ما اعتقد اني باخذ لان اوريدي توني شفت مريم شاري اندومي يام في ايس كريم بس احس لا وايد قاعده اكل حلويات هالفتره فما ابي تاج ابي الصراحه اخذ لي جايز هذا حرفيا بديل البيبسي وايد اصح وايد زين حق البطن هذا احلى براند عندي حتى احب هذا البراند على فكره بنوع باخذ السايز الكبير بعد بس عندنا ماي في البيت فما احتاج اني اشرب ماي الله احس شكلي كيوت ابي اجربه بس ما بيعود نفسي على اشياء مضره لجسمي احاول اني ما اعود اول توني انتبه انه في فيمتو لونه ازرق شكله بلو بيري هذا بس احسه لذيذ ام بهذا اعرفه مشهور عند الاجانب هذا جايز تخيلوا انه فيه حليب anyways خلونا نروح فوق الخضار والفواكه يامي جايز هذا حرفين كيك الطفولة كنت أخذه معاي المدرسة oh my god guys يدني فكرة ليش ما نسوي حلى مع بعض no way بس لا ما بسوي ما أعرف اوكي أبي أشتري خيار باخذ هذا الأورجانيك لأنه بحاول إني أكل تقريبا شبه صحي اليوم وباخذ فلفل حلو نحن نسميه فلفل حلو بس أدري إن اسمه شو يسمونه والله ما أعرف فلفل حلو المهم كل شيء أخضر توني انتبه Okay guys, break. توني انتبه اني ابي اشتري سناكس بس ما ابي اشتري تشيبس. فبخاطري اني اكل ناتشوز. فاعتقد اني بدخل طلبات وبطلب ناتشوز. يومي خاطري في نيويورك فرايز. تحسون اطلب فرايز بعد؟ خاطري فرايز جايز. فرايز جايز. ايوه ما اضحك. اطلب one ناتشوز يمكن اطلب بوب كورن بعد. لاني ابي اقعد اتابع مسلسلات رمضان على راحتي وانا قاعد اكل عندي وليمه. Exactly. فناتشوز مع صلصة طبعا ما اكل تشيز لانه اول ما اكل الجبن وهي حبب واحس باخذ بوب كورن لان مريم بعد تحب البوب كورن ف وان بوب كورن دان بعد تحسون شو اكل بيكون عندي نودلز وناتشوز بوب كورن احس فرايز اطلب فرايز ما اعرف بشوف بعدين نحتاج ليمون حق الاندومي اكيد اكيد احس الشيء غريب بس ما اعرف ليش احس اني ابي احط بروكلي في الاندومي جايز لاني انا ابدا ما اكل خضار فهل بيطلع لذيذ ولا لا تحسون اسويها احط بروكلي احس بحط بروكلي ابي حرفين جايز كل شيء لون اخضر طلبات جايز I got everything we need الحين cooking time let's go مع my crocs لازم اشتري crocs شوفوا شو وصل طلب ناتشوز ويت طلب ناتشوز والحين ببدأ أسوي الأندومي فأريدي خليت العاملة تقص لي الخضار عشان كل شيء يكون جاهز حرفياً بوب كورن متعت أنا ومريم متابع مسلسل زوجة واحدة لا تبكي ناكل كل هذا I'm so excited فجايز خلونا نبدأ نسوي الأندومي أريدي قاصين كل شيء نفس ما خبرتكم so yummy أبي أكل طماط ما أدري ليش بدي أحب الطماط مع الليمون والملح اكله بشكل عام واحب الخيار بعد نفس الطريقه اكله وقلت اني بحط في النودلز بروكلي لاني ابدا ما اكل بروكلي وفلفل حلو وليمون فهذا حرفيا كل شيء بحتاجه حق اندومي اليوم اندومي مو بنودلز اندومي فاليوم بستخدم هذا النوع من الاندومي وهذا على فكره وايد سبايسي فبسوي هذا الحين ليتس دو ات ما عندي ستاند حق الكاميرا فما اقدر اوريكم كل البروسيس بس We got everything. حاول إني أطلع لكم كل شيء قاعد أسويه. المهم أكوك الأندومي. فري عورني. طبعاً بسوي شو أندومي لأني وايد وعانة. أوكي. بخلي الأندومي يجهز. قاعد شوفوا الصوصز. والحين على تاوة ثانية بقلي الخضار خاصة البروكلي. مو بقليهم يعني بس شيء مع شوية زيت. بستخدم هذا تونا شارينا جديد مال أختي مريم بس أنا بستخدم. جايز عندنا بحط شوية زيت زيتون للمال اندومي ينطبخ
فشوية زيت زيتون بخليه حر، بعدين بحط عليه البروكلي مع الفلفل. اوكي جايز ابديت، حطيت البروكلي مع الفلفل وبطبخهم شوي. اي ثينك انه يعني ما باهم انه ما ادري ايش الكلمه، بس ما باهم ينطبخون وايد لان الفوائد تطلع. كل ما طبخت الخضار وايد الفوائد تطلع منها. ما اعرف اذا هالمعلومه صدقيه ولا من كيسي، بس مره سمعتها. المهم انه اي ثينك اتس انف، والاندومي صار جاهز. فاعتقد تقريبا خلصنا. وعلى فكره ما عندي صوص معين، بس بحط الصوص الموجود عليه. اوكي لازم نصفي النودلز الحين جايز، لان الاكل صار جاهز تقريبا. الخضار ريحة البروكلي يامي، وايد يامي. الله على الصوت، هذا معناته ابداع. انا ما ادري ليش شفت خواتم للحين، بس اوكي خلينا الحين نفتح كل صوصز ونحطهم على النودلز. جايز احس بعد هذا النودلز بيكون فيني حرقان لين باكر، الله يعيني. مع ان الحين الساعة 12 الليل، بس ادري حتى مهما شربت ماي وسويت بيتم فيني حرقان. احسه سبايسي جايز، يخوف. المهم خلونا نمكس ونشوف جمال لون النودلز. احس بحط شوية ملح لان دايما ما يكون في ملح. اوكي وايد حطيت، يا ما يصير مالح. او ماي جاد شكله يجنن، بس نحتاج نقص الليمون ونعصره شوي، مو بشوي وايد لان الليمون يطلع لذيذ وايد لما لان بخاطري اكسترا ليمون. يومي صار جاهز. هي جايز انا في السيارة، كل شيء سيارتي توسخت، يعني كل شيء وايد مبهدل. مع فاطمة صار لها اقل عن شهر، لا شهر، كملت شهر مع سيارتي. صار لي شهر سيارتي وسخت ام الدنيا. شوف العباية كيف، لازم اعلقها عشان ما تخترب. هذه عباية باكر ان شاء الله. باكر اعتقد عندي موعد في الصالون بروح اعدل اظافري. I have a process. اوكي جايز ليتس جو. طولناها وهي قصيرة. حاليا الساعة 2 الليل، يعني لازم ارجع البيت شوي اروق. ما اروق يعني صراحة، انا يعني انام وايد الصبح متاخر، فيعتبر ان الحين انا في نص اليوم لان اوريدي ناشم وايد متاخر. انا ما ادري ليش ما صورت لكم اليوم فقره لما رحت الايفنت وكل هذا. تعرفون احيانا في الايفنت ما اقدر اصور لانه وايد زحمه وفي وايد ناس، فما اقدر. المهم ان تذكرون لما شريت هذا حق سيارتي طاح، فابي ارجع اركبه مره ثانيه. او ماي جاد اليوم شفت الحلقه من مسلسل زوجه واحده لا تكفي ومتقهر وايد وايد. ريل هيقهر المصري هذاك، ريل هيقهر قهرني، واللي قهرني اكثر بناتها كيف ساكتين الصراحه. يعني نو افنس، بس احس لو كان ابوي كنت بتدخل في الموضوع واقول حق امي، ولا سمح الله يعني لو كان ابوي قاعد اقول مو راضي يثبت. صح شوفوا شوف كيف يطيح، كيف ما قاعد يطيح. Anyways, let's go. الحين نرجع البيت ونشوف بيبي محمد. Oh, we have fun. Let's go. مع قشي. Let's go. Hey guys. تخيلوا ان عندي بس بطارية واحدة حق الكاميرا. واليوم ابي اصور لكم فلوج تكملة تجهيزات العيد، او بشكل عام فلوج. لازم اكون وايد سريعة، ما ابي اطول وانا احط لكم الميك اب، يعني ما ابي اطول وانا قاعد اصور لكم هالبروسس علشان ما نتاخر. بحط اسرع ميك اب في الحياة. عارف اني دائما اقول لكم هالشيء، بحط اسرع ميك اب في الحياة، بسوي هذا بسوي ذاك. I know. بس هالمرة الصدق، لان بعد ما اخلص الميك اب لازم اصور فيديوهات حق تيك توك، بعدين اروح اسوي اظافري نفس ما خبرتكم لان عندي موعد اظافر. فا ام سو اكسايتد وما ابي اضيع الوقت وايد، ابي اروح اسوي اظافري الحين. الصراحه كنت ابي اصبغ شعري هالفتره، بس قاعده احس اني ما احتاج حاليا اصبغ شعري لان احس اللون اوكي. يعني يمكن اسوي له رزاج، بس ما احس انه يحتاج صبغه حاليا. بس ما اعرف يمكن عقب فتره اغير رايي. صراحه محتاره، احتاج مساعدتكم هني. جايز تحسون اسوي صبغه غامجه ولا فاتحه؟ يعني ادخل هايلايت اكثر، مو فاتحه يعني شقره لا، لان انا ما احب الاشقر واحس ما يناسبني. بس يعني اخليه براون ولونه فاتح، ولا اخليه اسود اغمجه؟ فاي نيد يور هيلب جايز. شو تحسون؟ اكتبوا لي تحت علشان اقرا تعليقاتكم واشوف انتم شو تحسون. طلعت لي حبه هني، ما ادري تبين عندكم ولا لا، بس شوفوا هذه. او ماي جاد جايز، تعور تعور. اعتقد ان هذه الحبه طالعه من الاكل اللي اكله، لان ما ادري ليش تعورني وايد تعور. لازم ابدا احط ماسكات وعنايه حق البشره حق قبل العيد عشان يعني ما اتاخر. لازم احس من عادات وتقاليد كل عيد ان نحط عنايه وماسكات. خلصت الكونسيلر،
الحين وقت ان نحط شويه برونزر. تخيلوا جايز خدت قرار جديد ان ما بستخدم جل الحواجب وايد هالفتره، بستخدمه بس حق المناسبات لان وايد حواجبي يتساقطون. ما بكذب عليكم هالفتره لاني وايد احط الجل يكون ثقيل، فلما امسحه الحواجب تتساقط. فيعني في اليوم لما امسح الميك اب يمكن 5-6 شعرات، ويعني حق الحواجب هاي تعتبر وايد. حسيت ان حواجبي صاروا خفاف اخر فتره، صار فيني فاطمه شوي بوقف الجل، بستخدم جل بس مو جل، بستخدم هذا من نيكس، هذا وايد اخف. هو جفول صح انه جل بس هذا ما يطيح حواجب لانه وايد خفيف. انا اقصد الجل اللي هذاك اللي تحطينه الثقيل هذا. هاي جايز، نيو داي، هاي. صراحة ما ادري متى اخر مرة مصورة، ولا اذكر حتى اخر مقطع. بعد اليوم بعد 50 يوم رجعت اصور، ولاني بنزل لكم فلوج و يس وكل هذا. المشكلة هالايام من كثر ما شاء الله وايد في احداث وبيزي، فما عندي وقت اني اصور لكم حتى. خلصت كل ايفنتاتي اليوم، اليوم كان اخر ايفنت حرفيا. عندي اعلانات هالايام اوكي، بس يس للحين حاطه الميك اب. الحين الساعه 5 الفجر، وصلني بوكس من نيكس. تخيلوا جايز كنت انطق اسم براند نيكس NYX، بس اكتشفت ان اسمه نيكس. ف خلوني اراويكم شو وصلني من نيكس. اختي يسرا وصلت لها طلبيه Shein قبل يومين. او ماي جاد جايز، طالبه اشياء اتجنن. خاطر اسوي لكم انبوكسنج، بس انا ما ادري ايش دخلني بس خاطري. اوكي جايز شوفوا. جايز ار يو ريدي؟ تارا شوفوا في اغنية كيوت. او ماي جاد شوفوا جايز اتس سو كيوت. مع هذا البوكس حاطين هذا الشاحن علشان اذا اشحن حق الفيديو. كيوت حاطين ثلاث الوان ارواج، ومع الفات اويلز وايد احب استخدم الفات اويلز، وهذا احلى اي لاينر عندي في الحياه. وهني هذا ما اعرف صراحه شو، اي ثينك هالاثنين البلاينر، وهذا قلم كحل اي ثينك، هذا ازرق وهذا براون. بس بشكل عام اوريدي طرش لي البوكس قبل، بس ما اعرف ليش طرشوا لي مره ثانيه اجين. بس شوفوا كيف كيوت، اي لاف ات. ابي اسوي لكم شويه انبوكسنج حق اشياء طلبتها اخر فتره ووصلتني من براندات بشكل عام. هو مو بوايد يعني، مو اوفر عبايات او اشياء، لان في طلبت عبايات جايز. او ماي جاد جوي حرفيا، بس ما وصلوني من عمان. وينكم بنات؟ وين وير از ماي اوردر؟ حرفيا طلبت هذه العبايه، هي مو بحق العيد اوكي، مفروض انها تكون يعني حق ايام العيد، بس انا شكلي بلبسها باكر لان فاطمه ما تقدر تتحمل، واذا طلبت شيء لازم. جايز تخيلوا شو سويت، طلبت كاميرا جديده. الكاميرا اللي طلبتها تصوير فينتج من كانون، ابي اصور فيها بوستات، اصور لكم فيديوز ريلز. يعني الكاميرا فينتج، انتم متخيلين الصور تطلع فينتج؟ I'm so excited. دائما اتحمس واخر شيء الكاميرا تطلع عاديه، بس لا ان شاء الله هالمره نتامل خير يا رب يا الله. anyways خلوني اراويكم ماي نيو عباية. شوفوا اللون جرين، من زمان ما عندي عباية هاللون هالدرجة من الأخضر. شوفوا كيف عند الأكمام في فلاورز، وايد كيوت. شوفوا شيلة كيف كيوت، شوفوا في فلاورز. واو 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 واو. اسم البراند بايسز اي ثينك، بحاول اني اكتب لكم على الشاشة اسم البراند، اسمه بايسز حق العبايات. المهم ان شوف العبايه كيف تجنن. طبعا ما بخليها حق العيد، حق قبل العيد. I'm so sorry guys بس I need to do it. تارا او ماي جاد، وصلني كولكشن نظارات من براند اسمه جون جيكوبس. اربع نظارات. شوفوا هذه النظاره الاولى لونها احمر مارون، يعني ايش رايكم فيها؟ so cute. طبعا هذه النظارة الأولى. next عندنا هذه النظارة، شوفوا كيف في white and black. نلبسها طبعا الحين داخلين الصيف وسفرات الصيف، أجواء الصيف، نحتاج collection نظارات. شو رأيكم في هذه؟ اكتبوا لي تحت أي نظارة حبيتوها أكثر. شوفوا هذه كيف تجنن، أحس تشبه هذه بس شوي أكبر، بس أحس أن هالنوع ما يناسب وجهي وايد، بس حلو بس مو لهالدرجة، عرفتوا؟ فا I love it. عندنا ترى هذه النظارة، I think she's cute.
شوفوا كيف حبيتها جايز. احس احب النظارات الدائريه اكثر عن المربعه، ما اعرف ليش، بس اي لاف ذم. احب النظاره تكون بلاك بدون اي لف دوران. ايش رايكم؟ وبعد عندنا اخر نظاره، شوفوا اللون، لونها جرين كيوت اتجنن. او ماي جاد، لا هذه حبيتها، هي تحسونها تسحب الوجه، تسحب العين. ولا قاعده اتخيل، بس ما اعرف، اي لاف ات، شيز سو كيوت جايز. واو، ذاتس ات حق الانبوكسنج حق العيد. فايس كيوت، مو حق العيد يعني، اشياء وصلتني بس تقريبا بلبسها العيد، الا العبايه اللي المفروض اخليها حق ايام العيد بس. جايز معانا اليوم ضيف الشرف، منو؟ السلام عليكم. واو يس جايز، محمد رجع. اعتقد خبرتكم في الفلوج اللي قبل هذا، بس محمد رجع وفاجأنا، فحابين نسوي معاك مقابله جدا صغيره، يعني شيء شوي نسالك، يعني لان الناس عندهم فضول، فيهم فضول يقولون محمد وين صار، محمد شو قاعد يسوي، محمد شو قاعد يدرس، فنحتاج شويه معلومات عنك. فجايز استعدوا. اولا كيف كانت السفره؟ طبعا محمد بس راح شهر تقريبا، صح؟ شهر. كيف كانت السفره معك؟ كانت الحمد لله سفرة حلوة، بس بيرجع بعد العيد على فكرة. إن شاء الله. كانت سفرة حلوة، سوالف شوي أثث البيت، ولين ما حصلت شقة وشي، يعني ما حصلت بيت شقة. يعني كان صعب هالبروسيس ولا لا؟ كان شوي صعب، وبعدين لين ما أثث الشقة شوي والأغراض ناقصة. بس أحس وناسة بعد. هي وايد. سافر بروحة شقة. يعني أسوي. فانا كل شوي تروح السوبر ماركت تحس انه خلاص شريت يكفي، بعدين ترجع البيت تشوف لا في اشياء. والله صح، على فكره انا مريم شي بعد في الشقه، يعني كل مره ننسى نشتري شيء معين. فما توقعنا انه لما تعيش بروحك كيف الشيء يكون صعب احيانا. صح. انا ما كنت اتوقع يعني في اشياء كثير صعبه وتطول ممكن، يعني لان ما نعرف عشان اهالينا فما نحس بهالاشياء. صح، ما يبين. وبعدنا بعدين بديت جامعه الحمد لله، اول كم كلاس كان الموضوع حلو الصراحه. كم كلاس عندك في الاسبوع؟ كيف اجواء الجامعه؟ اجواء الجامعه تختلف، او خاصه اول مثلا. بس لحظه، عندنا سؤال مهم. شو تخصصك؟ تخصصي ما قلته، ما يبي يقول التخصص. اوكي ما اقول. اوكي اي دوله؟ ولا اقول اي دوله. اوكي ان شاء الله خير. زين، فالجامعه مثلا هم عندهم نظام ان اول سمستر تبدا شوي شوي، اول شهر يكون كلاساتك تكون شويه، الشهر الثاني كلاساتك تبدا تزيد. السمستر الاول بشكل عام ما في وايد كلاسات، يعني انت هالشهر ما كان عندك وايد كلاسات. بشكل عام السمستر هذا ما بيكون في وايد كلاسات ضغط، بس من السمستر الثاني والثالث والرابع تبدا كلاساتك تزيد وتكون. صح، عقب خلاص تبدا الجد تحس، لان احس حاليا في البدايه. سؤالتي في الصيف ما بيعطونك اجازه، صح ولا كيف؟ لا عندي اجازه. عندك اجازه؟ جايز مقررين نحن الخواتم نروح نزور محمد ان شاء الله الصيف. ان شاء الله. إن شاء الله. فهذا بيكون فلوج ثاني بصور لكم. السؤال الاخير محمد لك، حق منو اشتقت اكثر شيء؟ حق شو اشتقت بالضبط؟ هل اشتقت لي مثلا اكثر شيء، ولا حق منو، ولا حق لوز؟ صراحه اشتقت حق الكل، بس انه مو ذاك الزود، لانه يعني لا لا صدق، لانه توني رايح يعني من شهر. صح صح، شهر يعني كانك مسافر. ايوه كان سفر عاديه يعني، بعد ما احس بهالشعور اللي اقول الحين شوق الحمار يعني كله هواجيس وما ادري شو. لا ما احس بهالشعور يعني بعد، بس عارف انه بحس اكيد بعدين فتره من فترات، بس ان شاء الله خير من ذاك الوقت. زين، السؤال الاخير هذا حرفيا اخر سؤال، هل اشتقت لوز ولا لا؟ اكيد والله وايد اشتقت لها يعني. جايز لوز قطوتنا، شفت بيبي محمد؟ جايز فاينلي محمد شاف بيبي محمد. الله يحفظك ويعزهم ان شاء الله. ان شاء الله. تخيلوا تخيلوا جايز ان غرفه محمد، جوار حاليا ساكنه في غرفه محمد اخوي. فبيبي محمد يعني خذ مكانك، وانت فريناك في غرفه الضيوف. محمد حاليا في غرفه الضيوف. عادي فتره ان شاء الله، وعقب برجع اسافر، فعاد خليني اخذ غرفتي ان شاء الله. يوم برجع بالصيف انا باخذ غرفتي. صح، جوار اصلا مساعه خالص. اوكي محمد شكرا. عفوا. هذا محمد يعني عشان دليل. بومباستيك سايد اي. يلا باي باي جايز، خلص الفلوج وسويت لكم مقابله سريعه مع محمد لانكم وايد تسالوني عنه. فيس، وهذه كل المعلومات اللي قدرت اطلعها من محمد. المهم جايز خلص الفلوج، شكرا وايد 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 لانكم تابعتوا للنهايه. احبكم احبكم احبكم. لا تنسون فولو شير لايك سبسكرايب، ضيفوني على حساباتي في السوشيال ميديا، واحبكم وايد وايد وايد. باي. لحظة، حساباتي في الديسكريبشن جايز. باي.